مهمة أوي في حياة محمد، يمكن ما بتحبش تتكلم فيها كتير، بس الحقيقة هي من أهم النقاط اللي قام عليها برنامج واحد من الناس، العمل الخيري. فأنا بعتبرك من كبار رواد العمل الخيري في مصر الحقيقة، رغم أنك أنت ما بتحكيش وما بتتكلمش. ساهمت في مستشفيات كتيرة وعملت خير كتير، وعامل يعني بدأت العمل الخيري بقالك النهاردة 30 سنة تقريبا وما بتتكلمش الحقيقة. لكن أنا الأول إن احنا نحكي شوية، مش عشان خاطر يا محمد، انا عارف ما بتحبش تتكلم، بس هو عشان خاطر فكره القدوه. انا بعتبر الفنان لما بيتكلم عن الخير في البرنامج ده هو بيحث الناس وبيشجع الناس على عمل الخير. دي مؤسسه ثروه كفاله الطفل اليتيم اللي انت عاملها من زمان، وانا زرتها قبل كده، شوف صورتك فيها وانت صغير، يعني يمكن الصوره دي احنا جبناها من على الانترنت. احكي لي يا محمد رحلتك مع العمل الخيري، وصلنا لايه وبتدعو الناس لايه، وكان ليك دور في 57 وبني 57 طنطا، يعني ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك، احنا بنتعلم منك في الخير. ربنا يسعدك يا رب، انت اهل الخير واهل العطاء. ان ربنا يمن عليك انك تعمل حاجة لوجهه الكريم ده شرف. والمؤسسة دي يعني اللي شجعني عليها ابويا وامي الله يرحمهم، و يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتهم. عندنا الحمد لله فروع دلوقتي في محافظة الغربية ومحافظة دمياط ومحافظة الإسماعيلية، ومؤخرا جه للمؤسسة طبيب من أبناء طنطا اسمه الدكتور علاء الغمراوي، عنده جمعية اسمها قلوب أصحاء، وهو طبيب قلب للأطفال. فلقيته بيكلمني في التليفون، أنا عاوز أكشف على أطفال الدار المؤسسة في حاجة بسيطة اللي هي العيوب الخلقية للقلب وروماتيزم القلب. ايه اللي حقيقة الراجل مشكورا جه وكشف من غير حاجة خالص، وفجأة لقيته قال لي انتوا عندكم اماكن كتيرة، احنا عايزين نعمل عيادة نخدم فيها ابناء محافظة الغربية بمراكزها الثمانية، اهالينا الفلاحين والناس اللي ما عندهاش قدرة انها تروح تكشف ولا بتاع، يبقى بالمجان. قلت له طيب انا مستعد ان اديك مكان، بس يعني اللي انا اعرفه ان كتير من اهالينا يعني ضيق ذات اليد ممكن يخليه ما ينزلش طنطا من قريته علشان يكشف. ايه رأيك انا جايني فكرة، انا هقلب لك الاوتوبيسات بتاعتي عيادات، ينفع؟ قال لي ما فكرتش فيها بس نجرب، ينفع. فرحت شايل الكراسي وعملت دي الاوتوبيس ترتيب. اوتوبيس مبادرة رئيس الجمهورية، مؤسسة ثروة الخيرية، جمعية قلوب اصحاب بالمحلة الكبرى، تطوير قرى الريف. ما شاء الله. ايه بقى الاوتوبيس ده جواه يا محمد؟ الاوتوبيس ده جواه عيادة متنقلة، اجهزة الدكتور علاء والاستاف اللي معاه، الدكاترة زملائه والممرضين والاداريين والكلام ده، ويتحرك يتحرك هذا الاوتوبيس لاي قرية من قرانا، وينزل يقولك الناس اهالينا البسطاء من غير تكلفة عناء السفر ولا الانتقال ولا اي مقابل، يكشف يطمن على ابنه، ولو لا قدر الله ابنه في حاجة بنتولى علاجه. دكتور علاء له اتصال بمستشفى الدكتور مجدي يعقوب. فده الحقيقة اسعدني جدا 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 هذا المشروع. مؤخرا انضمينا لتحيا مصر ولحياة كريمة، وانا على استعداد للنزول لكل قرى جمهورية مصر العربية، لان اللي بيحصل يستاهل من الواحد انه يقدم كل اللي يقدر عليه بصراحة. الحقيقة مش عارف اقول لك ايه، بس ده مشروع كبير ورائع وفكرة جميلة. الناس ممكن تشارك معك تعمل ايه؟ عايز ادعو الناس ليه النهاردة في احد من الناس؟ والله اتمنى انه اللي يقدر على حاجة يساعد معانا، وحيكون الامور دي كلها قدامه. يعني انا اتمنى ان الاتوبيسين دول يبقوا 10، يبقوا 100، وينزلوا في نفس الوقت، وان التكاليف دي يخشوا على موقع ايه يا جمعية ثروت، اسمه الموقع بتاعها على الانترنت، مؤسسة ثروت لكفالة الطفل اليتيم. جميل.